هذا يا جماعة الربع حبوب أبو قوسين تشوفونها، هذا كل ما فككنا القير طلعت منه حبوب. تشوفون ايش كثر الحبوب اللي لقيناها بالقير، وهذه مجموعة الحبوب مع الحرارة. تشوفون شلون هذه الحبوب متجمعة من ورا ذايب، هذه الحبوب شلون صايرة مع الحرارة. هذه كلها حبوب زي ما تشوفون ذايبة من الحرارة جوا القير. تشوفون هذه الحبوب اللي ياكلونها وشفرون ويصير واحد عقله تقول عقل عنز. تشوفونها الله يكفينا شرها، هذه طبعا من السيارات اللي شريناهن من جمرك الحديثه، الله يعطيهم العافيه. من كثر ما فتشوا اكيد من كثر الحبوب ما لقوا هذول، لقيناهن بزوايا بالقير بعد ما فككناه. تشوفون القير زوايا القير فككناه وقطعه، هذه تشوفون القير هذا هو فككناه حتى طلعناه. وسلامتكم.